اهلا بيكم معانا من الفاصل، ودلوقتي هنكمل مع بعض فقره مهمه جدا مع الدكتوره علياء مجدي، مدرب الذكاء العاطفي. اهلا بيكي يا اهلا يا سالي، منوراني. ده نورك والله، والوانك تجنن النهارده، ربنا يخليكي، بشكل رهيب بجد، منوره ربنا كده، يكرمك. ربنا يحميكي يا رب. احنا النهارده عايزين نتكلم في موضوع مهم، وهو ازاي نختار الشخص المناسب لحياتنا، سواء جدا الراجل او الست. بالظبط. بصي يا سالي، انا هبتديها بطريقه لطيفه جدا. في حاجات لو وافتها في الراجل ابعد عنه، هقولها لك واقول لك عكسها، اللي هو طبعا يعني في 5 حاجات في 3 نواحي: ناحيه السلوك، ناحيه العاطفه، ناحيه التفكير. تمام. اول حاجه السلوك، الراجل اللي دايما بيجبرني على كل حاجه لازم تتعمل كذا، هي طريقتي كذا، في فرق، ويقوم يربطها لك بحته القوامه، يقول لك لا الرجال قوامون على النساء فانت لازم تسمعي كلامي. لا، في فرق كبير قوي بان هو اسمه شريك حياه، يعني بشاركه في كل حاجه وفي كل ارائي، ويعني هو يفرق ايه عن اي شخص عادي ماشي في الشارع. ان احنا هنبقى في ما بيننا حاجات كومن وحاجات مشتركه. طيب قولي معلش ال3 حاجات تاني. ال3 حاجات، اول حاجه هنبتدي بالتفكير، طريقه التفكير، بعد كده هنخش على السلوكيات، ونخش على العواطف. تمام. طيب هبتدي بالسلوكيات. اول حاجه الراجل اللي بيجبر الست على فعل كذا، على اللبس ده، على الطريقه دي، ده الانسان ده ما ينفعش ان انا يعني طبعا انا هقول لك حاجه، انت هتدي درجات وفي الاخر بتقيمي على هذا الاساس. لو الرقم يعني نزل قوي يبقى خلاص انا مش هينفع ان انا اعيش مع الانسان ده، في حاجات اعرف اتغاضى عنها وفي حاجات ما اعرفش اتغاضى عنها. بمعنى لو انسان بيسيطر جامد، في ست تقول الله انا بحب الراجل الحمش او الراجل ده جامد، وهي اساسا بتحب تسيب بالمقاليد الامور بتاعه الراجل. في ست لا، هي شخصيه وشخصيه مستقله، فتحس ان ده بيخنقها. فطبعا هي يعني بتختلف من شخص للتاني، ما اقدرش اقول رولز كل الناس تمشي عليها. تاني حاجة الاحتقار والإهانة، ان راجل يقعد يهين الست او يقلل منها. تاخدي بالك قوي في فترة الخطوبة لو هو بيعمل الموضوع ده، لو هو بيعمل معاكي كده دلوقتي بعد الجواز يعني ايه، هيبقى مدمر، هيضيعك فعلا. في حاجة مهمة جدا ان هو يوعد ويخلف، يقعد يدي وعود حلوة قوي 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 قوي، تلاقيه بيغير كلامه، يقول لك احنا ان شاء الله نجيب شقه هنا وهنعمل كذا وهجيب عفش، تلاقي كل حاجه طب بتتغير. هو ده الواحد يعرفه ازاي؟ ما هي دي مشكله. لا، يعني ما في هتبقي ناس ماشيه بتبقى معاه. متقنه ما شاء الله في انها تعرف تحور وتعمل، وفي الاخر اديكي الواحد قلتي يكتشفها. بيحور، عارفه ايه، انك تستطيع لا، ان تكذب بعض الوقت على بعض الناس وليس كل الوقت على كل الناس. لا، في حاجات مثلا هتلاقي الاتفاقات بتاعته بيغيرها، يقول لها الله ده انا هوديك الحته الفلانيه في شهر العسل، بقى يقول لها لا ده انا معيش باكج، يقول لها تعالي حتى بعيده بقى عن شهر العسل مش هنوصل ليه، ده انا هجيب لك في عيد ميلادك حاجه تحفه وبتاع. تلاقيه ابتدى يعني بيقول كلام حلو قوي، بس وقت التنفيذ ما بينفذش. ده تاخدي بالك منه. طبعا عكسها احنا لو هنتكلم، الراجل اللي اختاره يبقى انسان سهل ولين، مش بيجبرني، يبقى عنده احترام في الكلام وفي الطريقه وفي الاسلوب معايا، وخصوصا قدام الناس. في راجل بيتعمد ان هو يهين الست قدام صحابها وقدام قرايبها وقدام الناس ليها، او قدام صحابه او قدام اهله، على اساس ان هو كده راجل يعني، او يتحكم مثلا، يبقى معاها مثلا في وسط مجموعه ولا ما يعجبوش فيفرض عليها الاحساس ده. لا انا قصدي حاجه مش عاجبه تانية، القعده دي مثلا. دي حاجه، وحاجه تانية ان هو قدام اهله كده راجل وحمش، انما لما تعملها بلطف وبطريقه حلوه وجميله يبقى انت كده مش راجل يعني، ايه ده انت ما بتحكمش اهل بيتك كده. البخل، البخل ده شيء جوهري، الانسان البخيل مش بيدي، مش متعود يدي، وهتلاقي الحياه معاه ناشفه في كل حاجه، في المشاعر. البخل ده من اكتر الصفات اللي بتدمر، مرعبه، لان انا اعرف عائلات اتدمروا نفسيا بسبب موضوع البخل ده. وفي حاجه تانية ان هو بعد كده هي اللي هتشيل الليله في حاجات معينه، وبتبان لدرجه وصلت بقوا يتمنوا الشخص ده بقى يروح من حياتهم، يموت علشان يعرفوا يعيشوا بقى، مش عارفين يعيشوا من كتر ما هم عايشين في قحط. هو غني جدا جدا جدا، في ناس وذليلهم محترم بسبب البخل ده، بيبقى يعني حتى اولاده بيبقى بخيل عليهم ويعيشوا يعني، عارفه والعياذ بالله، لما اولاد يتمنوا موت والدهم، والدتي بتبقى حاجه مؤلمه يعني، عارفه شفتها، مش حاجه لطيفه خالص. حاجه مهمه كمان، حته ان الطريقه الناشفه وقت الخناق وما بيتصالحش بسهوله، دي من ضمن الحاجات اللي في السلوكيات اللي بنتكلم عليه. يعني يتخانق معاكي تيجي بقى تصالحيه، يتعبك نفسيا، تضحكي له. المفروض الاثنين اللي بيحبوا بعض وفي ما بينهم علاقه مختلفه، يعني اول ما يشوفوا بعض حتى مهما كان ما بينهم حاجات كتير قوي وخلافات وخناقات،
يضحك لها، لان هو يعني خلاص، خصوصا لو هي بتضحك له. انما لا، يبقى قلبه اسود، يعني بسميه قلب اسود، مش هين كده في الكلام. فعكس الصفات دي كلها اختاريها. ايوه الانسان السهل اللين اللي هو كريم، الانسان المحترم في كلامه وفي قراراته وفي اسلوبه، يعني بيعد ويوفي زي ما بيقولوا. الراجل بقى اخر حاجه في السلوكيات اللي عينه زايغه، اللي عينه مع اللي رايحه واللي جايه، يعني ده خلاص انت متجوزه واحد ليه؟ عشان المفروض ان انت ماليه عينه. لو انا مش ماليه عينه يبقى اساس الجواز ده بطل يعني. لا صح، وفي راجل اسمه بس في رجاله ما بتبينش ده، يعني ممكن تبقى عينيها زايغه بس ما غصب تبقاش ماشيه عني، عماه بص طول الوقت، غصب ممكن يبقى في الخفه. يعني. انا طبعا بشوف حالات كتير، ففي واحد تقول لي لا، في واحد شفته بعد تالت خروجه غصب عنه. عارفه لما تبقى في واحده تاخده مكان فيه بنات حلوه، هتلاقي يعني غصب عنه بيبص يمين وشمال. فدي 5 نقاط مهمين جدا في ناحيه السلوكيات. طيب احنا خلينا نقف هنا ونروح لفاصل ونرجع ماشي نكمل مع بعض ان شاء الله. ان شاء الله. اهلا بيكم معانا من الفاصل، ودلوقتي هنكمل مع دكتورة علياء مجدي، واحنا كنا بنتكلم عن ازاي نختار الشريك او الشخص المناسب لحياتنا. كنت قلتي اتكلمنا عن قولي الملخص السلوكيات. اتفضلي. هنتكلم بقى على طريقة التفكير نفسها، اللي اخد بالي كويس جدا 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 فترة الخطوبة اللي قدامي بيفكر ازاي. لان ثواني بس، هي قالت سلوكيات، سلوكيات تفكير مشاعر. ومشاعر، فاتكلمت عن السلوكيات قبل ما نروح للفاصل، ودلوقتي هتتكلمي عن التفكير. التفكير في انسان رقم واحد اللي تفكيره سوداوي او متشائم، يعني طول الوقت فاتح اخبار الحوادث، او حتى مش اخبار الحوادث، البلد بيحصل فيها مشاكل، طول الوقت بيبص على المشاكل، مفيش امل، مفيش فايده، مش عارفه ايه، فيضان فين، مصيبه فين، طول الوقت تحسيه كئيب، كئيب في حاله كئيب، مهما تطلعيه يجيب من الحاله الحاله. من اي حته، بالظبط حتى لو مفيش حاله يحط نفسه في الحاله دي بالظبط، برضه ساتلايت على طول يعشق في الكئيبه. اي حته، يعني لو جيرانه بيتخانقوا هيتعاطف معاهم. فطبعا ده لو انت انسانه مرحه وبتحب الحياه وبتضحك، او انسانه نورمال حتى، والله مش مرحه، فالإنسان ده هيخلي حياتك مش ممكن لطيفة. تبقي كئيبة زيه بالظبط. بالظبط. وطبعا تحولي لو إلى هي كئيبة. إنسانة كئيبة هيبقوا 2 جود ماتش، يعني هيعيطوا مع بعض وكده. ربنا يسعدهم يا رب. بالظبط. بالتوفيق. في كمل. حاجة مهمة برضو في التفكير، إنه إنسان ما بيحبش يطور من نفسه. يعني إيه؟ شوفها رايحة تاخد كورسات، بتتطور في شغلها، بتتطور في عملها، بتفكر، يبتدي يقطم بقى فيها، يبتدي بقى يبقى يعمل في حالة بليمينج. غيرة بقى. يعني دي عايزة أقولك بره، لما يقولها لما بتلاقي الراجل بيعمل لك بليمينج طول الوقت أو بيقلل منك، اجري، ران ران ران، ما تقعديش يعني. ده بيعملوها تحذيرات، إن دي من الريد فليجز أو من العلامات الحمراء. عارفة أنت في البحر بتلاقي علامة حمراء، ما تقربيش للراجل ده. الراجل اللي هو هو شايفك حد كرييتيف وبيتحرك وشغال، انت ما دام انت رايحه للاتجاه الايجابي، طب امنعك ليه؟ انت مش رايحه اتجاه وحش مثلا، لا، انت رايحه اتجاه هيبقى عليه عائد ليه ولاولاده وايمج مشرف. يبقى معنى كده ان هو عنده مشكله، يا اما في شخصيته، يا اما حاسس ان هي احسن، يا اما انا مش الست دي مش فارقه معايا. يبقى لو هي الشخصيه دي ما ينفعش معاها شخصيه الراجل ده، لانه دايما مهما عملت هيحبطها ويقلل منها. حته مهمه جدا، حته الراجل الامعه اللي ما عندوش شخصيه. ممكن تبقى ست فرحانه بيه في بدايه الجواز ان هي بتمشيه يمين شمال، بعد كده تلاقي ان اي واحده خدت اللجام مشته يمين شمال، والدته، والده، معرفش مين، هو ما عندوش شخصيه. فتاخدي بالك من الحته دي قوي. ولو ست عندها شخصيه، في شخصيه بيسموها الديمو، اللي بتحب تبقى هي القائده وبتاع، الله ده جميل، ده انا اللي بسيطر عليه. مع الوقت هتكتشف انه بيبعد عنها، اتاري في واحده تانية بتسيطر عليه. لان هو شخصيه الراجل الطفل، عارفه يقول لك ايه، لما يبطل ياخد الحلاوه منك في حد تاني بيديله حلوه احلى بقى. فتاخدي بالك من الحته دي، لانها حته يبقى ما ينفعش برضو انه يبقى شخصيه ضعيفه. معاه شخصيه كده. انسان دايما بقى، حته بقى رقم 4، انه بيشوف السلبيات، او عينيه ما بتقعش غير على الحاجات اللي ما بتعمليهاش، مش الحاجات اللي بتعمليها. ايوه ايوه بقى، هي دي. دول موجودين كتير قوي قوي من زياده، مش عارفه يعني، حاسه ان مفيش غيرهم في الدنيا يعني، مش عارفه. لا لا، في، ما دي حاجه، لا في قليلين طبعا بيشوفوا الحاجات الايجابيه، بس انا بحس دايما هو انسان الرجاله المصريه المتجوزين بيشوفوا، يعني انا بقى انا اسفه جدا بس ده اللي شفته لغايه دلوقتي. لا بيقول لا ورا الكاميرا دايما، معرفش دايما كمل. هو المشكله في، يعني اقول لك حاجه،
يمكن بره مصر تلاقي دايما الراجل بيحاول طول الوقت يرضي مراته، انما هنا في مصر هو خلاص اصل عندها الثقافه انها لو اتطلقت هتبقى يا عيني اسمها تعبان. لا طب ما خلاص الثقافه دي في مصر ابتدت، يعني خلاص بقى الست بقى فارق معاها سعادتها اكتر ما فارق معاها وجود اي شخص، يعني الشخص ده هيجيب لي سعاده اهلا وسهلا، مش هيجيب لي سعاده خلاص. ثقافه امهاتنا اللي هو انا هصبر معاك، انا بتكلم في الصبر مع انسان يستحق الصبر، احنا ما بنقولش ناس يتطلقوا ولا ينفصلوا، لا الناس يكملوا مع بعض بس بالاحترام وبالحسنى وبالصح، ما اشترف يجي على طرف او طرف يعني يسموه ايه يستمرق وجود طرف طيب ومحترم في حياته فيبتدي ياخد منه كل حاجه. لان عارفه دايما في العلاقات كل ما بتدي ياخد لغايه لما تبقي مزنوقه في الحيط قاعده كده طول الوقت، فده مش حلو. لا هو مهم ان دايما لما الست تدي ممكن برضو بتغلط في حاجات، يعني هي اكيد مش متكامله بتعمل كل حاجه او تعرف تعمل كل حاجه، لما بتدي لازم الواحد يقدر بتديه ده. مين بقى مش اللي على طول ما بتعمليش ما بتعمليش ما بتعمليش، حتى لو بتدي ومهما حاولت وبرده في نظره ما بتديش في الاخر هتسيب الدنيا كلها وخلاص. طب انا كده كده شايفني مش بدي يبقى هدي ليه؟ بالظبط كده، ده غير انا الاول الست بتعيش على الكلمه الحلوه وعلى التقدير، والراجل برده يعني انا لو يعرفوا بجد ان الست فعلا كلمه حلوه تعلي المناعه بتاعتها والله بتخليها تدي اكتر واكتر واكتر بالزبط. فعلا هتفرق كتير. ده الابتسام. عايزه اقول لك حاجه، دراسه غريبه جدا قريتها مؤخرا، يقول لك السرطانات انتشرت جدا. ليه؟ لان الجانب الاجتماعي، الجانب ان حد يطمن عليك ويقول لك كلمه حلوه تدعمك وتوقفك وتخليك تكملي الحياه قاسيه جدا. لو ما فيش يعني لو الانسان اللي انا عفوا بنام راسي جنب راسه ما بيقوليش الكلام الحلو، ده بيقولوا لي نختم، احنا ما قلناش لسه ناحيه الست يا جماعه، يعني انا قلنا الراجل المهم دلوقتي. لا انا لازم اتكلم على المشاعر كمان. لا ادونا شويه وقت معلش، الساعه لسه 4 لـ5. واخر حاجه الانسان سيء الظن والتفكير، مهما عملتي سوء الظن فيكي ويفكر فيكي بطريقه وحشه. الانسان ده وقت الخطوبه هتلاقيه بيعمل سيء الظن والتفكير مع الناس كلها، فده تاخدي بالك منه ريد فلاج. هنتكلم بقى على المشاعر. الانسان اللي على طول حزين ومكتئب ده لا. الانسان اللي على طول مضغوط ومتوتر هيوترك وهيضغطك بشكل او هو على طول شخصيته كده، تلاقيه متوتر اي حاجه بياخدها على اعصابه. الانسان الغلاوي الحاقد تلاقيه بيغل من الناس اللي اعلى منه اللي احسن منه اللي معاه في الشغل اللي بيتطوروا، ده الانسان ده لا نفسيته مش سليم الطويه زي ما بيقولوا. الانسان الناقم على المجتمع وعلى طبقات المجتمع وعلى كل الحاجات اللي ماشي يشوف لك كده في الشارع هيكئبك في اي خروجه. اخر حاجه الانسان اللي عنده حاله خوف دايما مش مطمن، ده هينقلك الموضوع ده، والمفروض في الراجل ان هو يكون مطمئن للست طبعا، مش يبقى عايش في حاله خوف. امال هي تحس بايه؟ تحس ان هي مش واقفه على ارض ثابته. ايوه فدي حاجات مهمه جدا تبتدي تقيمي في الخمسه والخمسه والخمسه اللي انا بتكلم فيهم، على ناحيه التفكير ناحيه السلوك ناحيه المشاعر. طيب نشوف بقى ناحيه الست عشان يهمني من الناحيتين. ناحيه الست هتفرق في حاجات بسيطه، يعني ممكن الراجل في حته البخل والكرم دي مش موجوده في الست، بس في حته المشاعر ان هي تبقى كرم في الحب وفي الحنان وفي العطاء وفي الاهتمام، ان هي تبقى برضو محترمه في المقابل، تبقى عارفه هي بتقول ايه لمين، بتفرق بتعامل اسرته ازاي، بتعامله هو ازاي في جميع اوقاته. الراجل بيفرق معاه حاجات مهمه جدا، التقدير ان هي تقدره، ان هي تحتوي، ان هي تحن عليه، وان هي تصونه من ظهره طبعا. رقم في ستات كتير جدا بيقعدوا يتجمعوا ويقعدوا يحكوا حاجات مش المفروض تتحكي خالص. الست ومش عارفين للاسف دينيا حتى ان ده غلط. ده حرام. حرام اي تفصيله من البيت تطلع يا جماعه الصحاب بجد، خلوا بالكم. ده كان ده عفوا لما راجل مثلا يحكي لراجل تاني على علاقه بينه وزوجته كانه شيطان بيحكي يعني حاجه مقرفه جدا 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 طبعا، ومش في الدين اصلا. ده غير انا اساس العلاقه هي الستر. أيوه. للطرفين. بس هو في اوقات اصحاب يحكوا لبعض لهدف ان هم يفهموا، يعني يبقى في حاجه مش فاهمينها مثلا، طب انا مش عارفه لا. حصل لي كذا، طب اعمل ايه في الموقف ده، او يسال اختصاصي افضل هيقول له الحل، ومش هيبقى عارفه صح. بالطريقه الشخصيه. انما صاحبه ده بيخش بيته عارف مراته لما يعرف عنها كل حاجه. ايوه لا او العكس شكلها وحش قوي 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 قوي. وعايزه اقول لك الجواز بيتصالحوا والتانيين بيفضلوا بقى عاملين كريكلم كده عن كل واحد مش حلوه خالص. طيب احنا عشان لازم نختم في حاجه نقولها لسه؟ اهم حاجه في العلاقه او في انك تركزي في بدايه اي جواز ان تبتدي تحطيه في اختبارات عمليه، وانت برضو تحطها في اختبارات عمليه. في ناس كتير تقول لك لا الله انا ببقى بحبه قوي فمش عايزه اشوف الحاجات اللي بتكلمي عليها بالعقل دي. بالواحد اعتقد في اللحظه دي ما بيشوف كل حاجه حلوه وجميله وهو ده وده اخر واحد. طب وبعدين هتتجوزوا وبعدين؟ ليه حالات الانفصال بتكتر؟
عشان احنا ما بناخدش بالاسباب اللي فيها عقل وفيها اتزان وفيها وعي. طب في حاجه بس عايز اسالك فيها، انت ما اتكلمتيش مثلا خالص خالص في حته فرق السن، بقت دلوقتي شائعه جدا دلوقتي ان عادي قوي يبقى في فروق سن جامده وبيبقى عادي في الجواز. ما فيش مشكله في فرق السن ما دام التفكير نفسه طلاق. يعني دلوقتي في ممكن يبقى راجل اكبر او راجل اصغر من الست، بس المهم يعني ده نظريه، سيدنا محمد كان اصغر من السيده خديجه ب 15 سنه 18 يعني. كمان لا هم 15 بس يعني فرق 3 اجيال. ورغم كده كان يعني هي كانت احسن زوجه عنده، كان بيتكلم عليها بطريقه حلوه. السيدة عائشة ما غارتش من حد غير من السيدة خديجة وهي ميتة، انت متخيلة؟ عشان حبه وتقديره ليها. هي النقطة باختصار شديد يا سالي ان انا الاقي واحد يميت ذا نيدز، يعني عارفة هو بيقابل احتياجياتي اللي انا عايزاها، سواء راجل او ست. انا بدور على حاجات معينة هو ملهالي ويريحوا بعض، يبقى الحياة كده جميلة ومريحة فيها هارموني كده وراحة نفسية. وعلى فكرة كل إنسان بيحس باللي قدامه بيعرف، في إحساس داخلي بيقول دايما أنا مرتاحة للفلان ده ولا لأ. بالظبط. لو لأ بيبقى في على طول في جوه كده لأ لأ لأ، لو بيبقى في حتة ليه لأ. بالظبط. وفي كده مقولة بحبها جدا وكل الناس والله الحالات بيقولوا لي المقولة دي صح، كنت يجب أن أغادر عند انقباض قلبي الأولى. أيوة. أول ما قلبي عمل كده كنت المفروض أبعد. نقطتين مهمين جدا عايزة أتكلم فيهم، حتة كل الناس بتبتدي تنقي بعض على أساس الشكل من بره. الشكل من بره ده انجذاب جسدي بيروح بعد الجواز. إيه اللي تفكري فيه أما تيجي تختاري إنسان؟ حاجة لطيفة جدا. معاشرة صح؟ لا إيه؟ تفكري إن هو من نفس الجنس بتاعي. يعني لو الراجل ده ست مثلا وصاحبتي، هي فيها كل الحاجات، بعرف اتكلم معاها، بعرف اصاحبها، لازم يبقى في روح مرحه وتهريب. أيوة. ولعب ونحكي ونعمل وكل حاجه، ما يبقاش بس كده. كل حاجات تبقى في دعوه بالجواز، لازم يلاقوا حاجات مشتركه ما بينهم. صح بالظبط. حبيبتي نورتيني النهارده، بشكرك جدا، دايما المواضيع دي بتهمنا جدا جدا في ان حياتنا. شاء الله خير ويا ربي يكرم الجميع. الف شكر. عايز تقولي اي حاجه قبل ما نختم؟ لا شكرا يا حبيبتي، نورتيني.